حضرتك بعد ما الناس شافت الحمام اللحم اللي حضرتك جايبه من الكويت وانت جاي اللي هو بختم الشركة الفرنسية، كل واحد طبعا له قريب هناك وكل واحد قال ان ممكن اجيب حمامتين وانا جاي، كل واحد عايز يعرف الطريقة ازاي اللي حضرتك جبت بيها الحمام ودخلت بيها الحمام مصر، وايه تحكي لنا كل حاجة بالتفصيل. لو حد عايز حمام من تبع الشركة الفرنسية، حمام شغال او حمام زغاليل مثلا او شبابات، انا ليا ناس صحابي هناك بيجيبوا من الشركه الفرنسيه كويت. تمام. بيجيبوا بيشتروا هم، لان الاستيراد عندهم هناك مش زي عندنا، الموضوع عندهم سهل جدا يعني مش زي عندنا. تمام. دخول وخروج الحمام والكلام ده من اسهل ما يكون. اه. فهم بيستوردوا، يعني انا ليا كم واحد بيجيب كل سنه مره واثنين من الشركه الفرنسيه. بيتعاقد معاهم، بيروح يجيب شحنه وينزلها. بيقعد عنده شويه ينتج منها او يبيع على حسب ايه السوق ماشي ازاي. السوق ماشي شغال بيبيع على طول، السوق مريح شويه بينتج ويبدا يبيع الزغاليل، يبيع شبابات ويرجع يبيع الشغال تاني عشان يجيب شحنه جديده. فانا وواحد صاحبي رحنا واتفقنا معاه وجبنا، كنا جايبين جوزين ابيض. تمام. وبعد كده جبنا جوز سيلفر وجزء جوز سيلفر اللي هي النتايه دي. بس ذكرها للاسف بعد ما طلع كام بطن عندنا مات هناك في الكويت، فاحنا نزلناها. دي النتايه هي الاصليه، دي الدبله بتاعت الشركه، دبله الشركه بتبقى بلون للنتايه والذكر بيبقى بلون تاني، نفس الدبله كده بس لون ايه اخد على البرتقاني شويه. تمام. يعني ده ذكر ولا انت؟ دي النتايه. النتايه دايما بتبقى بلون وردي. النتايه بلون وردي. تمام. لون بناتي. لون وردي. تمام. اهو الختم في الجناح، اهو الختم في الجناح اهو. احنا صورناه في الفيديو اللي فات بالكاميرا الماكرو عشان يظهر للناس يورو اكثر. بيجون اهو. يورو بيجون. تمام. ده ابنها بقى. ده ابنها. ده ابنها. يعني حضرتك جبت الالوان كلها ولا في الوان تانية؟ في الوان تانية. الالوان اللي هي هناك ايه يا استاذ احمد؟ معلش احنا هنا ما نعرفش، انا عن نفسي ما كنتش اعرف غير اللون الابيض. فيه الابيض وفيه الاحمر، حتى الاحمر منه درجات. بنتهم لونها ايه احمر شويه، وفي طالع هوريك الانتاج بتاعهم. دي ثلاث بطن دي. حتى الوقفه بتاعتهم غير الحمام التاني خالص. ده اللي يعني هو دي البطن اللي قبل دي على طول. ده اللي هو ابن الاحمر ده. دي البطن اللي دي لسه بادئه ايه تكتم صوت. ما شاء الله. هنشوف حتى من الفرد عامل زي كانه كينج. ما شاء الله. ده الاحمر اللي بيميز حمام الشركه الفرنسيه. أيوه. عضله الصدر. عضله الصدر بتبقى مغطيه على العظمه اللي في الصدر. عضله الصدر في الشركه الفرنسيه بتبقى مغطيه. دي الميزه. ان هو حمام لحم. للحم خالص. اللحم خالص، اللحم يعني بتذبح زبلول. خالص اللحم اكتر من اي حمام تاني. تمام. يعني مثلا هنفرض مثلا انت ذبحت جوز رمايات او جوز زواجل او جوز كدزليات او جوز بلدي. الجوز الزغاليل مثلا وزنهم عاملين 750 جرام. تمام. بعد ما تنضف والدم والعظم والكلام ده هيصحوا مثلا على ايه؟ على 400 جرام، راح 350 جرام في الريش والدم والعظم. صافي اللحم هنقول مثلا طلع 400 جرام. زغاليل مثلا الشركه الفرنسيه جوز زغاليل هنقول كيلو و200، جوز زغاليل كيلو و200. صافي اللحم بتاعهم هيبقى كيلو. ما شاء الله، طيب نسبة التصافي في اعلى. نسبة التصافي في اعلى. يعني حتى لو هنا نشوف، مع ان الحمام هنا متبهدل، شوف عضلة الصدر عالية ازاي. لو مربي في سلكات مش سايب. لا بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. العيال ما كانوش قاعدين في البيت، فالحمام بصراحة متبهدل يعني. اللي حضرتك جبتهم ثلاث ألوان. جبت ثلاث ألوان. في بقى اللون بقى في مصطلحات طبعا تانية غير اللي أنا هقولها دي، بس احنا هنقول بالمصطلحات اللي احنا اللي ماشية عندنا. في لون التايجر. تمام. زي أيوة. مثلا اقول لك زي اللون الموجود في الكنت. موجود لون الباكستانيات. تمام. الدبوس الاسود، الدبوس الاحمر، الدبوس الاصفر. ده نوع موجود. وفي اللون الابيض، وفي اللون الاحمر، وفي اللون السيلفر. وفي لون خليط بين السيلفر والابيض، بتلاقي ايه مبقع كده. يعني هي الشركه بتطور على طول يعني. مش واقفه على لون معين زي ما احنا. اللي انتجته الجديد بقى، شفت الزغلوله الحمراء اللي احنا شفناها دي؟ مقارب ليها بقى بس مسفر شويه، اللون اخد على الصفار شويه. لان حتى لما تيجي تشوف لما تذبح حاجه، لما تذبح زغلولين لونهم ابيض لحمهم ابيض، غير لما تذبح زغلولين لونهم غامق فلحمهم بيبقى غامق. الابيض مطلوب اكتر. فعلا لحمه ابيض. فبالنسبه اللي موجود في الكويت، انا اتعرفت على كام واحد هناك بيجيبوا حمام من الشركه الفرنسيه. رحت لواحد منهم
وجبنا منه الاربع الثلاث الوان اللي احنا جبناهم دول، جزء سيلفر وجزئين ابيض والجزء الاحمر. تمام؟ تمام. الراجل ده بيجيب الشركه الفرنسيه وبيبيع هنا، ولو حد عايز انا ممكن اكتب رقم بتاع الكويت في التعليقات، ولو حد هناك هيتواصل. بس المشكله بقى في الايه؟ في بعتان الحمام وسعر الحمام. ما هي دي بقى، احنا عايزينك تحكي لنا على كل حاجه. جبتهم هنا دخلتهم مصر ازاي؟ هي دي. اتفضل. الجوز الابيض او السيلفر او الاحمر هو ما بيفرقش عندهم الالوان. هو جوز حمام وخلاص. حتى هم هناك بيحبوا الحمامه اللي هي شبه الامريكاني. الحمام الامريكاني او حمام التاكسي. تمام. التاكسي اسود فابيض، اسود فابيض او اسود فاحمر او اسود فازرق. هناك في الكويت بيحبوا الحمامه دي اكتر من الابيض واكتر من السيلفر واكتر من الاحمر. فبيدي لك الحاجات الثانيه دي مش عايزها. فالاحمر الابيض السيلفر نفس السعر، مش هيفرق يعني. الجوز هناك عاملين من 75 ل 120 دينار. زغليل ولا كبير؟ كبير. 75 ل 120 دينار. بتختلف ليه؟ مبلغ كبير بالنسبه. الحاج مصطفى دافع فلوس اكتر هناك عشان يمشي مصالحه وكلام من ده. أيوة. فالحمام بقى عليه غالي. احمد بركات اللي مثلا عارف هناك جاب الحمام بسعر ارخص شويه. فدي تلاقي ده مثلا حسب ما هو صارف 75 او ب 80، الحاج مصطفى باع ب 100 دينار. تمام. 100 دينار لما نحسب ال 100 دينار دلوقتي كام؟ لا كتير. 100 دينار دلوقتي 6000. 6100. مثلا 6000. احنا جبنا بارخص سعر 80 دينار مثلا. 80 دينار دول عاملين كام؟ معدين ال 4000. ما شاء الله. بس هو اللي بيجيب عشان يعمل منها سلاله. بالظبط كده. يعني ممكن هيضحي عشان يجيب جوز. أيوة. مش مشكله. بس الجوز اللي انت بتجيبهم ما بيديكش معاهم لا بيض ولا زغاليل. ما هوش مشكله، احنا عايزين السلاله. بعمل ايه بقى؟ اللي بيبيع بعمل ايه؟ بعمل اوضه زي دي للذكوره واوضه ثانيه للنتي. تمام. يدخل يقول لك نقي الذكر اللي انت عايزه. ما شاء الله. تقعد تقف للفرع كده، انا هات لي الذكر ده. ماسك الذكر واخده. تدخل الاوضه الثانيه تنقي النتاء اللي انت عايزه. ما شاء الله. وتاخدها وتمشي. حاجه جميله. دي مزارع كبيره يا استاذ احمد ولا ناس جواها زينا؟ هناك عندهم منطقة اسمها الوفرة ومزارع الوفرة. دي كلها عبارة عن مزارع، مزارع نعام على مزارع غزلان على تماسيح على حمام على ديوك برهمة. ما شاء الله. فراخ جميع الأنواع، حمام جميع الأنواع. موضوع الدخول الحمام هنا بقى ده في ناس بتبقى عاملة تصريح شحن. تصريح شحن. بيتعمل من الكويت ولا منين؟ بيتعمل من مصر وبياخد تصريح من الكويت. يعني ما بتعملش من السفارة هناك؟ لا ماشي. يعني انا ما اقدرش اعمل تصريح كده اقول له انا عايز اعمل تصريح وما اعملش تصريح. دي اجراءات ودي رسوم وكلام من ده. يعني الرسوم بتاعته ممكن عشان يعمل تصريح ممكن تدفع له 200 300 الف جنيه. يا ما شاء الله. طب احنا بالنسبه لحضرتك جبتهم ازاي؟ التصريح ده مثلا بيطلع له ب 1000 حمامه. يعني ليك 1000 حمامه تنزلهم ب 300 الف جنيه دول. تمام. هو بيعمل ايه بقى؟ هياخد لك على الحمامه مثلا 500 جنيه 600 جنيه حمامه واحده. 400 جنيه 400 على حسب ما تقدر تتفق مع الراجل وعلى حسب العدد اللي انت هتنزله. يعني في ناس بتنزل مصر كتير يعني. طبعا. امال ايه؟ ما احنا محدش عارف. كنا منزلين 35 جوز سيلفر، حمام سيلفر والحمام بتاع الشركه الفرنسيه معاهم. السيلفر ده اللي هو السيلفر اللي معروف اللي منتشر في مصر دلوقتي اللي بدا ينتشر يعني. الناس هنا والله مشككه لسه فيه، يعني في ناس لسه مشككه فيه. استاذ احمد دول الاصليين، دول اللي هم بتاع الشركه. ما هو السيلفر اهو اللي هو الاستاذ احمد جايبه من الشركه الفرنسيه او من الكويت وهو جاي بختم الشركه نفسه. ده اللي هو السيلفر ايه اللي موجود في الكويت. يعني احنا لو ايه لو قارناه بالسيلفر ده ايه بقى الموجود في الكويت يا استاذ احمد غير اللي جاي؟ موجود هنا وموجود في السعوديه وموجود في كل دول العالم. في ناس لحد دلوقتي مش مصدقه هنا في مصر بيقولوا ان هو اللحم ابيض بس. لا سيلفر. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. من واقع بقى الخبره او من واقع التجربه العمليه الحمامه السيلفر اقوى من الحمامه البيضاء. اقوى مناعتها يعني؟ كمناعه وكانتاج. وحجم اكبر شويه من الحمام الابيض. ما شاء الله. زغليلها حجمها طبعا اكبر شويه من الحمام ما شاء الله. بس اللي بتفضل الابيض في الدبيع عشان لون اللحم. ايوه لسه هقول لك النقطه دي، لون لحمها غامق شويه. انا عارف كذا واحد من الناس اللي بتشحن حمام اللي بيعملوا تصاريح وبينزلوا الحمام بكلمتهم، فهو بيبقى متحدد فترة معينة في السنة تنزل فيها حمام أو فترتين على حسب إيه ما الدولة هنا بمصر. على مصر بتسمح بدخول الطيور من بره عشان الأمراض والكلام ده. تمام. في ميعاد معين في السنة. في ميعاد معين مثلا يقول لك إيه إحنا هننزل في شهر 6. فتلاقي الناس بتعلن
وبيبعتوا لي رسائل مثلا احنا لو عندك حاجه هتنزلها او حد تبعك احنا ننزل في شهر 6 او ننزل في شهر 8، احنا كنا بننزل في شهر 8. طيب نبقى نحط بعد اذنك رقم التليفون اللي هو اللي يقدر يساعد الناس اللي هي تقدر تجيبه وهي جايه، يعني احنا كل ده بنحاول نساعد الناس، احنا مش عايزين حاجه. انا والله اي حد لو هو مثلا واحد مثلا الحاج مصطفى مثلا اللي واحد قريبه هناك وعايز ينزل جوزين او ثلاثه او خمسه انا هاخده من ايده واروح انا وهو للمزرعه انقله مثلا انا كمان الحمام لو عايز انقله الحمام انقله الحمام اللي هو عايزه بس بقى هيكون في الميعاد بتاع الشحن بحيث انه ياخد الحمام من هنا يقوم رايح موديه للراجل ما يقعدش عنده بقى. طيب هنسيب رقم حضرتك انت في اللي هو في الكويت الكويت يكلموك بقى بعد العيد بقى ان شاء الله الناس اللي هي ان شاء الله ان شاء الله لان بتسافر في رمضان بس رجاء يعني ما يعني لان انا هكون صريح مع الراجل يبقى في شغله لا وغير كده في شغلي المشوار من المنطقه اللي انا فيها للمزرعه مشوار طويل هاخد له اقل حاجه عشان اخلص الموضوع ده 4-5 ساعات تمام عشان اقدر اجيب حمام فالمشوار هيبقى يوم جمعه مثلا ان شاء الله يوم سبت بعد الظهر ثاني حاجه كمان هعمل الموضوع ده كتجاره اللي مثلا الحاج مصطفى يقول لي هات لي جوزين حمام وانا حاسبك لا مش هقدر اعمل لا لا هو هساعد بس هو الحاج مصطفى عايز جوزين حمام ليه محمد ليه عبد ليه اسماعيل قريبه هناك انا هروح معاه وهو هيديه فلوس للراجل وانا انقله الحمام او لو عنده خبره هينقل الحمام وحضرتك كتر خيرك كمان تشكر انت هتدله بس حتى كمان لو هتدله بس على المكان يبقى ده اللي احنا عايزينه احنا بنساعد الناس انا اتواصلت مع الشركه الفرنسيه نفسها لان انا ابن عم مراتي فرنسي مش معاه الجنسيه لا هو فرنسي ما شاء الله عمها كان عالم في الكيمياء توفى الله يرحمه اتجوز فرنسيه واولاده فرنسيين لا دكاتره يعني فانا اتواصلت معاه جاب لي رقم مدير المبيعات في الشركه واتواصلت معاه على طريق الواتس وعلى طريق الميل واتفقت معاه فقال لك دي المعلومه دي للناس اللي عايزه تنزل حمام اقل عدد بينزلوه سواء زغاليل او كبير 50 جوز يعني مش هينفع تجيب جوز ولا اثنين يعني الفرنسيه ما بيصدرش اقل من 50 جوز لكن ممكن يجيبهم من الكويت الراجل هو الكويت يجيب جوز يجيب اثنين يجيب فرد اللي هو عايزه يجيب طيب حاجه تانية بقى للناس اللي هي زي حالاتنا كده اللي بتفكر على قدها لا لا اتفضل يعني اعرف واحد اللي هو صاحبي هنا من دمياط عنده حمام مش هنقول اسامي يعني انا كنت اشتريت منه حمام هو برضه كان بيشتغل في الكويت وبيقول ان هو جاب بيض اللحم وهو جاي عارف لما مش هنقول اسامي وانا عندي حمام من حمامه ايوه قال ان هو جايب البيض من الكويت وهو جاي لا كلامه صح يعني ينفع الحكايه دي ينفع طبعا سهله دي جابت يعني السيلفر دخل مصر عن طريق البيض يعني ناس بتجيب بيض يعني في كام واحد شغالين في السعوديه جابوا بيض لحم سيلفر وفرخوه هنا طبعا هيجيب مثلا 10-15 بيضه ممكن يطلع منهم 5-6 بيضات لو كبروا وربنا كرمهم من وراهم هو سلالة. المهم عايز يعمل السلاله المهم هو يطلع عنده حاجه طيب هو برضو الطريقه هنا بيحطهم في علبه ولا وقطن وكده ويحاول مثلا شويه رطله بس دي الموضوع ده بقى ايه بيعتمد ان يعني الجو هناك حر جامد يعني بمناسبة الجو الحار لما نزلنا الحمام ده كان فيه طبعا حمام لسه تحته بيض نهار 8 طبعا درجة الحرارة كانت بتعدي ال 50 طبعا فنزلنا الحمام شحناه بعد ما شحنا الحمام بثلاث اربع ايام او اربع ايام البيض فقس البيض فقس من الحر لوحده مفيش ولا حمامه موجوده في المكان ما انا البيض فقس لوحده انا بسال على حكايه البيض علشان كده بشوف الناس برضه هتنفع ما هتجيب البيض اربع ايام والله البيض فقس يعني هو كان قرب يفقس هو كان قرب يفقس قدامه مثلا ثلاث اربع ايام من الحر لا بس هو اللي هيجيب بيض بقى يجيب البيض اللي محدش رقد عليه مش كده ولا ايه يعني دي بتقلي كده يعيش هيعيش ويبدا يجيبه هنا بقى عنده فقاسه زي اللي عندنا دي يحط فيها البيض عنده حمام عايز مش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو وشير واللي محتاج اي حاجه اكتبها في التعليقات واما انا او الحاج مصطفى هنرد عليه باذن الله وربنا ييسر وكل سنه وحضراتكم طيبين